الرائعة والمميزة بينما الدور دور المركز الثاني الظبي الأخرى عبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي على المركز الثاني وعلى المركز الثالث الوصول والانتقالة القوية من المركز الثالث الوصول من شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي مع المركز الآن الثالث وعلى المركز الرابع الوصول من الشاهنية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي بويمعة حاضرا مشاركا متابعا أخوانه في هذا المحفل وفي هذه الانطلاقات الرائعة بينما القدوب من الشعارات القادمة القدوب والوصول أيضا من الشاهنية سالم بن محمد بن قناص بن علي العامري على المركز الخامس والدور دور المركز السادس الجذابة للسيد مبارك بن محمد بن زايد الخيارين ضيف عزيز يشاركنا من دولة قطر الشقيقة. يا مرحبا بكل الضيوف بين أخوانهم في دولة الإمارات وتحديدا في ميدان المرموم. بينما الوصول من شرف شرف التي تبحث عن الشرف شرف التي تبحث عن التتويج وعن الناموسي والزعفران لمحمد بن هادي بن حمد البريدي المري أحد ضيوفنا الكرام والوصول أيضا والانتقاله من عزامة لبخيت بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري لاحقا أيضا الأسماء السبعة الأولى ويحتل المركز الثامن المركز التاسع الوصول من جميلة وسالب بن محمد. يلا يا أبو محمد هذا الشعار عودنا على نواميس وعلى انتصارات رائعة سالب محمد بضبيعة الاكتبي محلقا مع جميلة اللون والأداء وعلى المركز العاشر صوغة أحمد بن مطر بن محمد بن خليفة العميمي مع المركز الآن العاشر. هذه هي الأسماء هذه هي الشعارات وبعد العشر الأسماء عيني على أسماء أيضا ثقيلة ولها لها لها شان وباع طويل في المشاركات وفي المنافسة القوية. أعود إلى المركز الأول أعود إلى هذا الشعار الذي عودنا نعلق عليه في الأمتار الأخيرة وها هو اليوم من بداية الانطلاقة حاملا هذه الجودة الغالية ومادة الزعفران واضحة على وجه وراس الضبي التي تحلق وتقود لها من الأسماء العملاقة وتعود ملكيتها للسيد محمد بن أحمد بن مطر بن مائد الخيالي مع التحدي ومع الفوز والانتصار. المركز الثاني المركز الثاني المركز الثاني الوصول الوصول من الضبي عبد الله بن محمد المحرمي واصلا على ثاني الأسماء الدور دور المركز الثالث الدور دور المركز الثالث هنالك شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزان النعيمي على ثالث الأسماء وفي المركز الرابع الوصول من الشاهنية سالب بن محمد بن قناص بن علي العامري ووصول وانتقال قوية من ضمن الأسماء الملاحقة والباحثة أيضا عن تحديات في هذا الشوط شرف شرف على المركز الآن الرابع انتقلت من الخامس إلى المركز الرابع وتعود ملكية شرف للسيد محمد بن هادي بن حمد البريدي المري بينما الوصول من الزاوية الأخرى من قبل جميلة جميلة يا سلام يا سلام هذه جميلة وهذا الشعار يبدع يبدع دائما وليس اليوم فقط وإنما أيامه دائما خاصة في أيام الختاميات نرى هذا الشعار شعار جميلة ينتصر ويسجل النقاط الذهبية في الرموز وفي السيارات وهذه هي جميلة. السيد زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين حاضرا مشاركا أيضا منتقلا من مركز إلى آخر بينما القدوم من الجذابة للسيد مبارك محمد بن زايد الخيارين واصل أيضا والوصول من الجهة الأخرى الوصول أيضا كما ذكرت سابقا الشاهنية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي الذي وصل مع المركز الثامن والمركز التاسع. أيها الأخوة الكرام مشاهدينا متابعينا الأعزاء الفائزة غانم بن سيف محمد البسعيد الخيارين يا سلام هذه نخبة النخب وكذلك الوصول من جميل سالم بن محمد بضبيعة هكذا الوصول هكذا النواميس هكذا النداء المتكرر للأسماء الأولى. يا الله يا أخواني من يبحث عن الناموس من يبحث عن الناموس هذا الشوط خلاص هذا الشوط سوف يغادر العدسات المجلات الجرائد الصحف أيضا المرئية وأيضا من يتابعنا نعلن إعلان هام ومهم إن غادر هذا الشوط
سوف يظل في أرشيف مهرجان المرموم بالفوز وبالانتصار. فهنيئا لمن فاز ومن انتصر. المركز الأول والصدارة. يا سلام يا سلام يا الظبي، الظبي على المركز الأول، محمد بن أحمد بن مطر الخيالي على الصدارة وعلى الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني، المركز الثاني شرف محمد بن هادي البريدي المري على المركز الثاني وعلى الثالث الأسماء الجذاب مبارك بن محمد بن زايد مطوع الخيارين على المركز الثالث. والدور دور المركز الرابع، يا له من اسم جميلة، زايد بن منصور بغانم الخيارين على المركز الآن الرابع. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي. المركز السادس أو المركز، نعم بالفعل المركز السادس، المركز السادس الفائزة غانم بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين. ما شاء الله على الخيارين لمشاركتهم في هذا الشوط، مشاركة قوية، مشاركة فعالة، ومشاركة مشرفة الحقيقة. بينما القدوم، القدوم من هذا الشعار، شعار راشد بن سعيد بالغفرية، شعار شعار للصولة وجولة في ميادين الدولة وخارجها. بينما القدوم، القدوم من الشهنية سالم بن محمد بن قناص يا سلام، والجهة الأخرى هنالك الضبي عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي، ووصل بضبيعة، وصل مع الجميلة سالم بن محمد بضبيعة الاقتبي، ووصول أيضا على المركز العاشر، وصول على المركز العاشر مشاهدينا الأعزاء. عزام بخيت بن عمر بن بخيت بن عمر المنصوري، هذا هو النداء المتكرر، هذا هو النداء المتكرر. يا سلام يا سلام يا الخيالي، يا سلام يا الخيالي، يلا يا ابو يمعة، يلا يا ابو يمعة. هذه هي الظبي الفلا، هذا هو رمز العطاء، حاضرا بقوة محمد بن احمد بن مايد الخيالي، محلقا 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 محلقا، ويقود يقود لمن الاسماء. ما شاء الله ما شاء الله، هنيالك على هذه القيادة وهذا العلم الواضع على ظهر الظبي الذي دائما مع الانتصارات. وهذه هي الظبي حاضرة وتقود لها، تقود لها، تقود لها من الأسماء الكبيرة والعملاقة التي نالت السيارات ونالت النواميس. بينما الدور دور المركز الثاني، يا سلام يا سلام، جميلة زايد بن منصور بغانم الخيارين على المركز الثاني وعلى المركز الثالث. القدوم أيضا من شرف محمد بن هادي بن حمد البريدي المري على المرتبة الثالثة وعلى المركز الرابع. المركز الرابع مشاهدين الأعزاء، شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي على المركز الرابع وعلى المركز الخامس. المركز الخامس بالغافرية، وصلت الشاهنية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي مع المركز الآن الخامس وعلى المركز السادس. والتسلل والضغط القوي من الفائزة غانم بن سيف محمد البوسعيد الخيارين. يا سلام يا سلام، هذا هو، هذا هو الإعلان، الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي. ما تبقى الآن، غادرنا لافتة الكيلو وين، وآخر كيلو سوف أعلنه، آخر كيلو سوف أعلنه بعدما أرى الوضوح على مقدمة هذا الشوط. ويبدو أنه، يبدو أنه حان، حان وقت الإقلاع، حان وقت التركيز عندما وصلنا إلى 1600 متر النهائية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه هي الظبي، الظبي الظبي الظبي، محمد بن أحمد بن مايد الخيالي على المركز الأول على الصدارة الأولى. ولكن شرف، شرف يا سلام، شرف على المركز الثاني محمد بن هادي بن حمد البريدي المري، والمركز الثالث القدوم أيضا من جميلة زايد بن منصور الخيارين على المركز الآن الثالث وعلى المركز الرابع. بينما القدوم من شقرة فهد بن حسين بن فهد الرمزاني النعيمي على المركز الآن الثالث، وتشق طريقها وتنتقل المركز الأخر، المركز الخامس، المركز الخامس الشاهنية راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي 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 على المركز الخامس. المركز السادس القدوم أيضا من الفائزة غانم بن سيف محمد البوسعيد الخيارين. ولكن أعود، أعود، الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي الآن أعلنه. ما تبقى من عمر هذا الشوط، ما تبقى عن السيارة، ما تبقى عن شوط الختام. يا سلام يا سلام، الظبي الظبي الظبي، الظبي في بداية الشوط، ولا زالت، ولا زالت يا أبو أحمد، ولا زالت يا أبو يمعة، محمد بن أحمد بن مطر الخيالي على مقدمة الشوط محلقا مع الظبي، محلقا مع الظبي. المركز الثاني جميلة
زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين، يا سلام على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم ايضا من شرف محمد بن هادي بن حمد البريدي المري. الله 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 الله، الكوكبة الرائعة مع الأربعة الأسماء أو الخمسة الأسماء المتقدمة بقيادة الضبي منذ البداية قادت الشوط راس، وهل ستنهي راس؟ يبدو أنها الإجابة نعم، يبدو أن الزعفران والمادة الغالية سوف تتجدد مرة أخرى، سوف تتجدد مرة أخرى مع الشرف ومع التميز. سلام 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 بالناموس، سلام سلام يا رماح، سلام يا العين، سلام يا الفيلسوف، سلام يا محمد يا بن أحمد، سلام يا الضبي، سلام يا مضمر الضبي، سلام يا مبدع الضبي. هذه هي الضبي، جهزوا لها السيارة والسيارة تتسجل باسم الضبي، باسم محمد بن أحمد بن مطر الخيالي. سلام يا أبو مايل، سلام يا سمير، يا سمير يا خبير الزعفران. هذا هو، هذا هو شوط الختام، وكب عليها الزعفران، كب عليها طاسة الزعفران، تستاهل تستاهل تستاهل. المركز الثاني هنالك الوصول من الفائز غانم السيف بن محمد البوسعيد الخيارين. المركز الثالث جميلة زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين. وفي المركز الرابع شرف محمد بن هادي بن حمد البريدي المري. وفي المركز الخامس الوصول من الجذابة مبارك محمد بن زايد المطوع الخيارين. ما شاء الله، قوة إثارة، ناموس وتحدي. هذا هو التوقيت الزمني 12 دقيقة 56 جزئين من الثواني، توقيت الضبي، توقيت محمد بن أحمد بن مايد الخيلي مع حضور الضبي مع المركز الأول. تهانينا له الناموس، بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض رائعة واللحظات النهائية 12 دقيقة 58 وثلاثة أجزاء من الثواني، فكان الناموس حاضرا بقوة مع الفائز غانم بسيف الخيارين. وعلى المركز الثالث الحضور مع الجميلة زايد بن منصور بغانم السيف الخيارين، والتوقيت 12 دقيقة 58 وخمسة أجزاء. هكذا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس. واحد الزملاء مع ملخص هذه الفترة الصباحية.